بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء يا ربنا بعد. اللهم أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك يا ربنا عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا، وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. بسم الله. وبعد، أحبتي في الله، فأرحب بكم في المجلس الحادي عشر من مجالس قراءة وشرح كتاب بستان العارفين لشيخ الإسلام أبي زكريا محيي الدين يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ولازلنا في الباب الذي عقده الإمام في قوله: باب في نفائس منثورة. وكما ترون، هذه النفائس يعني موضوعاتها مختلفة، لا يجمعها عنوان واحد، ولهذا عنون لها بهذا الباب: نفائس منثورة. قال رحمه الله: وروينا عن إبراهيم بن سعد قال: قلت لأبي سعد بن إبراهيم: بما فاقكم الزهري. تابعين بعض، هؤلاء جماعة لقوا الصحابة، لكن الزهري من أجل التابعين. فيقول: بما فاقكم الزهري؟ قال: كان يأتي المجالس. شوف، واحد بيستحي ما بتعلم، واحد بيستحي ما بتعلم. فهذا قالوا: بما فاقكم الزهري؟ قال: كان يأتي المجالس من صدورها، وقت البيوت من أبوابها. قال: ولا يأتيها من خلفها، ولا يبقي في المجلس شابا إلا سأله. أكبر مني، أصغر مني، أحيانا الإنسان بكون شغلة مش فاهمها، شغلة مش فاهمها، يعني حتى بستحي أنا أسأل فلان كيف مثلا، خاصة بشغلة التلفونات، شلون بدي أحول اللغة من عربي لإنجليزي، إيه أنا أسأل هذا وبنجي أولادي، فبستحي فبظل جاهل. ومع أنها مسألة تافهة، مسألة بسيطة، لكن الزهري قال: كان لا يبقي في المجلس شابا إلا سألها، ولا كهلا، كهل يعني الرجل بالخمسينات، إلا سألها، ولا فتى إلا سألها، ثم يأتي الدار من دور الأنصار. إيش معنى دور الأنصار؟ هذول دور الأنصار كانوا في المدينة، يعني لما بده يسأل عن مكيال، مكاييل المدينة هي التي كان يكيل بها النبي صلى الله عليه وسلم، موازينهم، طرق حياتهم، كيف مثلا هؤلاء نساء الأنصار التقوا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أهل المدينة كان عندهم معرفة واسعة بسنة الحبيب. ولهذا الإمام مالك عنده دليل من أدلة أصول الفقه استنبط منه، قال: إجماع عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة اعتبره سنة. ليش؟ لما أهل المدينة بعد النبي بخمسين ستين سبعين مئة سنة يطبقوا على عمل ما جابوا من الرسل، هذا توارثوه عن أبائهم وأجدادهم. من أبائهم وأجدادهم؟ صحابة. إذن فكان قال: ثم يأتي الدار من دور الأنصار فلا يبقي فيها شابا إلا سأله، ولا كهلا إلا سأله، ولا فتى
إلا سأله، ولا عجوزاً إلا سألها، ولا كهلة إلا سألها، حتى يحاول ربات الحجول، يعني بنات صغار، حتى يحاول ربات الحجول. أخبرنا الشيخ الفقيه، إذن هذا الكلام الذي ذكره إنه كثرة السؤال والإلحاح في السؤال من الزهري هو الذي جعله من جلة التابعين. وقد قالوا مر معنا إنه اثنان لا يتعلمان، مستحي ومستكبر، مستحي ومستكبر. يقول النووي رحمه الله تعالى: أخبرنا الشيخ الفقيه المسند أبو محمد عبد الرحمن ابن سالم ابن يحيى الأنباري بسنده إلى جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه أتى رجلاً يسأله عن ستر المؤمن. في حديث من ستر مؤمناً، سيدنا جابر بده يسمع الحديث، ما سمعه من النبي، ما سمعه من النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فاجعل زلمة من أهل المدينة، من أهل المدينة، قال جاء إلى رجل أو يسأله عن ستر المؤمن، فقال: لست أنا ذاك، لست أنا ذاك، مش أنا اللي سمعت من النبي، وإنما ذلك أو ولكن ذاك رجل يقال له شهاب. شهاب طبعا ربما كانوا بالبصرة أو بمدينة غير المدينة المنورة، فجاء جابر إلى والي تلك المدينة، جابر قال له: مش أنا اللي سمعت هذا الحديث، واحد اسمه شهاب. وسبحان الله، سيدنا جابر من جلة أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وفي الدرجة والمكانة وصحبة النبي مين أعلى، جابر بن عبد الله ولا شهاب؟ جابر. طيب يعني فيها منقصة بحقه إنه يروح يتعلم؟ لا، أي الله عز وجل يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لما قيل لموسى عليه السلام حديث البخاري: من أعلم؟ قال: أنا. هو سيدنا موسى يعني يفكر أنه أعلم البشر، لكن وفوق كل ذي علم عليم. الله عز وجل أراد أن يؤدب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فقال، فأوحى الله تعالى إلى موسى: لا، في مكان، في هنالك مكان به عبد من عبادنا أعلم منك. يا رب، في حدا على الكرة الأرضية على الكوكب أعلم مني؟ بدي أروح أتعلم منه. طب مين أفضل، موسى ولا الخضر أو الرجل الصالح؟ بالإجماع موسى عليه الصلاة والسلام، بالإجماع موسى. لكن وبدي يعلمنا إنه يا عمي حتى لو كنت عالم، حتى لو كنت نبي، حتى لو كنت من أولي العزم من الرسل، ما بنقص من مقدارك إنك تروح تتعلم عمن هو أقل منك، عمن هو أقل منك. ولهذا جابر سمع إنه واحد اسمه شهاب ما بيعرف وين بيته، فذهب إلى الوالي، قال: ذاك اسمه شهاب. فسار جابر فأتى عاملها، يعني عامل البلدة، الوالي، رجل يقال له مسلمة الوالي، فأتى الباب فقال للبواب: قل للأمير ينزل إلي. البواب استغرب، واحد راكب على جمل، تخيل والله أبو عبد الله ولا وقف قدام المحافظة يودي عسكري، ولا واحد على الباب يروح لدين المحافظة يعني. فبقولوا هذا في وش، فالبواب نفسه استغرب، فدخل إلى الوالي يضحك، بقول له: في واحد هيك؟ وخلي الأمير ينزل لي. قال، فدخل البواب وهو مبتسم، يعني شو الأمير ينزل. فقال له الأمير: ما شأنك؟ قال: رجل بالباب على بعير. قال: قل للأمير ينزل إلي. فقال الأمير: ألا سألته من هو؟ فرجع فسأله فقال: أنا جابر بن عبد الله الأنصاري. فرجع إلى الأمير وأخبره، فوثب الأمير عن مجلسه، عن مجلس الحكم.
فأشرف عليه، طلع من بلكونه من شباك من شرفة الأمير في الطابق الأعلى يرجوه أن يصعد، قال: فوثب عن مجلسه فأشرف على عليه، أشرف عليه أي من مكان مرتفع، وقال: اصعد. فقال جابر: ما أريد أن أصعد. ومش بالضرورة أنت تنزل بما أنك واقف، ولكن حدثني أين منزل شهاب، حدثني أين منزل شهاب. قال: اصعد وأنا ببعث لك كتيب الآن بجيب لك إياه مغفورا. قال: لا. فقال: اصعد فأرسل إليه فيقضي حاجتك. فقال: لا أريد أن يأتيه رسولك، فإن رسول الأمير إذا جاء رجلا راعه ذلك. بتسيبه من الخوف، يعني الأمير المحافظ يبعث لك 2 شرطة بدون إياك، مش راح يقول لك من إياك عشان أعطيك 1000 ليرة، يقول: لا. فبيخوف الموضوع، بيخوف. لكن سيدنا جابر قال: لا 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 لا، لا تودي له، أنا بدي أروح عنده، لا تبعث له، لأنه إذا جاء رسول الأمير راعه ذلك، وأنا أكره أن يروع رجل من المسلمين بسببي. فنزل الأمير يمشي، سيدنا جابر على ناقته، سيدنا جابر ماشي على الناقة على الجمل، والأمير ماشي. فنزل الأمير يمشي معه حتى أتى شهابا فأشرف عليهم شهاب، نفس الشيء. فلما شهاب عرف جابر، شهاب صحابي، فقال: إما أن تصعدوا وإما أن أنزل إليكم. قال جابر: ما أريد أن تنزل إلينا وما نريد أن نصعد، لا بدنا نكلفك بغدا ولا بدنا نكلفك لا بدنا نطلع ولا بدنا إياك تنزل، ولكن ولا نريد أن نصعد إليك، ولكن حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ستر المؤمن. حدثنا بحديث سمعته عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن ستر المؤمن. فقال شهاب: سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: من ستر على أخيه المؤمن فكأنما أحياه. من ستر على أخيه المؤمن فكأنما أحياه. الستر على المؤمنين فضيلة. إحنا الآن منتبع بعض وبس تشوف فضيحة، بس على الفيسبوك وعلى الواتس أب وعلى ما نعرف إيش، على السريع ما في من ستر. ولهذا لاحظوا، لاحظوا الصحابة بشر، الصحابة بشر مش معصومين، مش مثل الأنبياء. في صحابي مسكين اسمه ماعز، رجل صالح فاضل اسمه ماعز، بيشتغل عند واحد أجير، بيشتغل أجير عند واحد اسمه هذال، غلط، زنى بجارية من جواري بهالجواري هاي، زنى بجارية، شعر بالندم، شعر بالندم، يا ويلة شو اللي عملت. فراح على سيده معلمه على هذال، قال: زنيت يا هذال. هذال مش عالم، مش كل الصحابة علماء، هذال ما بيعرف الأحكام الشرعية مضبوط. فقال له: والله هاي يعني زنا جريمة، هاي حد هذا، فأنا أرى أن تذهب إلى رسول الله فيستغفر لك. شو الهدف؟ قال: اذهب إلى رسول الله فيستغفر لك. الزلم بده يبرر نفسه، بده يطهر نفسه، ما كذب خبر. وهو ماشي بالطريق وجد سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أبو بكر عالم وعارف مقاصد الشريعة وعارف نصوص الشريعة وعارف هاي الفضيلة اللي قاعد بيحكي عنها النووي، الستر، من ستر على مسلم فكأنما أحياه. فقال أبو بكر: وأين أنت ذاهب؟
قال أريد أن أذهب إلى رسول الله علّه يستغفر لي. قال لا تروح النبي. سيدنا أبو بكر قال له لا تذهب إلى رسول الله، ولكن استغفر وتب وعد إلى بيتك. استغفر وتب وعد إلى بيتك. قال فلم تطب نفس ماعز بكلام أبي بكر، فذهب يكمل مشوار. لقي عمر رضي الله تعالى عن سيدنا عمر، قال زنيت يا عمر. قال عمر وين رايح؟ قال إلى رسول الله علّه يستغفر لي. قال لا تذهب إلى رسول الله، عارفين الحكم وعارفين فضيلة الستر، لا تذهب إلى رسول الله، لكن اذهب عد إلى بيتك، استغفر وتب وعد إلى بيتك. فلم تطب نفس ماعز بقول عمر حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جلس بين يديه وقال زنيت يا رسول الله، فأشاح النبي بوجهه. ثم قال زنيت يا رسول الله، فأشاح النبي بوجهه. خلاص اطلع يعني، حتى أقر على نفسه 4 مرات. فقال النبي لهذال يا ماعز لقد أقررت على نفسك 4 مرات، لكن تعال. جمع الصحابة هذا الماعز، انظروا أبيه خبل، أبيه خبل، يروح في وشه، لا يروح مسكين، يعني النبي ما بده يقيم الحد عليه، لا يروح في مشكلة. لا، قال والله يا رسول الله ما نراه إلا من صالحي شبابنا. قالوا تعال، لعلك قبلتها. قال بل زنيت يا رسول الله. قال لعلك لامستها. قال بل زنيت يا رسول الله. قال لعلك يعني فأخذتها. قال بل زنيت يا رسول الله، بل زنيت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا وأقيموا عليه الحد. فلما رأى مس الحجارة هرب، هرب لحقوه الصحابة رضي الله تعالى، لحقوه جابوه كملوا عليه الحد. فقال هلا تركتموه؟ لأنه شوفوا علي، الزنا إما أن يثبت ببينة ب4 شهود، هذا ما في تراجع، وإما أن يثبت بإقرار. إذا ثبت بإقرار الزاني نفسه بصير يتراجع، بصير يتراجع. فلما هرب هذا تراجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ كان تركتوه مش هنا أنا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لقي هذال بعد ذلك، لقي هذال بعد ذلك. مين هذال؟ معلمه ماعز. فقال النبي لهذال يا هذال هيك أنت عملت مع ماعز؟ قال له والله عشان تستغفر له. فقال لو سترته بثوبك لكان خيرا لك، لو سترته بثوبك لكان خير لك. هي النبي قاعد بيحكيها، هو لما نصح بضع النبي مات موته، وكان بإمكانه. الحدود يجب أن تقام متى؟ لما تصل للحاكم. قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ولهذا لما صفوان ابن أمية كان عنده رداء ثمين حطه تحت رأسه وكوع بالمسجد الحرام بعد فتح مكة أو بحجة الوداع، يعني المهم متأخر ونام، فجاء شخص سحب الرداء من تحت صفوان، مسكه صفوان. صفوان لسه امبارح أسلم، ما بعرف الأحكام، ما بعرف الأحكام، هاي سرقة وبالمسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقطع يده. فقال صفوان يا رسول الله هو له، ما أردت ذلك، ولا نقطع يده عشان رداء عشان عباية، ما بدي خلص ما بدي. فقال النبي لصفوان هلا قبل أن تأتيني به، هلا قبل أن تأتيني به بينكم تسامحوا وتصالحوا مثل ما بدكم. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذال لو سترته بثوبك لكان خيرا لك، لكن بعد أن يتصل الحد أو تصل المشكلة إلى الحاكم لابد الحاكم أن يقيم الحدود. ولهذا هنا شهاب يقول لسيدنا جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر على أخيه المؤمن فكأنما أحياه. ولو ستر هذال على ماعز كأنما أحياه. قال النووي رحمه الله تعالى، طبعا احنا قلنا الطبيعي في هذه الموضوعات زي البوفيه المفتوح، تلاقي بالفول مفتوح سلطه على حمص على لحمه على سمك على مشاوي على من عارف ايش ارز مشكل. فهنا الامام النووي بيدخل من يعني من موضوع لموضوع رحمه الله تعالى.
بعد ما ذكر عن فها فضيلة الستر قال: ومما أنشدوا في إكرام من له نسبة إلى المحبوب قول جرير: ألا حي الديار بسعد إني، ألا حي الديار بسعد، سعد مكان وأصل سعد بعدين خففوا سعد، ألا حي الديار بسعد إني أحب لحب فاطمة الديارا، أحب لحب فاطمة الديارا. طبعا في لأكمال بعدين بقول: وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا. يقول النووي: سعد بضم السين المهملة وإسكان العين اسم موضع بنخل. قال الإمام أبو الفتح الهمذاني في كتاب الاشتقاق: أصله سعد بضم فخفف بإسكانها، وهو جمع سعيد مثل رغيف ورغف، رغيف يجمع أرغفة ورغف، صعيد وصعد وسعيد وسعد. ويشبه هذا قول الآخر: أحب الأيام إذ بثينة أيم. إيش الأيام؟ قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم. الأيام من الرجال والنساء، هو من لا زوج له. الأيم من الرجال من لا زوجة له. والأيم ما نقوله أيما أيم، والأيم من النساء من لا زوج لها. فهذا أخونا بالله يقول: أحب الأيام إذ بثينة أيم، وبحب الأيام لحبه بثينة. أحب الأيام إذ بثينة أيم وأحببت لما أن غنيت الغوانية. غنيتي يعني صرت غانية، بمعنى الغانية الفتاة الشابة، بمعنى تزوجتي، بمعنى ولما غنيتي تزوجتي صرت أحب من الزوجات. هذا يكون قال: أحب الأيام إذ بثينة أيم وأحببت لما أن غنيت الغوانية. الأيام من النساء أو النسوة التي لا أزواج لهن. الأيام النسوة التي لا أزواج لهن، وهي تطلق على الذكر الرجال الذين لا نساء لهم. قال: والغواني المتزوجات أو المزوجات. وقوله غنيتي، لاحظوا هو بيحكي أحب الأيام، هذا بيسموه كلام للغائب. أحب الأيام، موجودات الأيام ولا بتكلم، لكن لما قالها لما غنيتي صار يخاطب، فهو انتقل من الغيبة إلى المخاطب. هذا بيسموه بعلم البلاغة الالتفات، الالتفات. تكون بتحكي مع واحد بعدين بتحول الكلام إلى الغائب. طبعا يقول: والغواني المزوجات. وقوله غنيتي هو بكسر التاء أي تزوجتي، وهذا الضرب من بديع الكلام أن يرجع من الغيبة إلى الخطاب أو المخاطبة. طب في ورد بالقرآن الكريم أنه من حكاه فقال بثينة، يحكي ما بثينة، ثم قال غنيتي، يعني بثينة غائبة، لما قال غنيتي بيحكي معها قاعد، فكانت غائبة صار يحكي مع مخاطب. وله نظائر كثيرة في القرآن العزيز، منها قوله تعالى: عبس وتولى. عن مين بيحكي؟ عن سيدنا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. بس ما قال له عبست وتوليت، لو قال له عبست وتوليت كان بيحكي معه شيخ، لكن عبس وتولى أن جاءه الأعمى. بعدين انتقل من الغيبة إلى الخطاب: وما يدريك، ما قالش وما يدريه، قال وما يدريك لعله يزكى. وقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، هذا أسلوب الغيبة. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا أسلوب على الغيبة. إياك نعبد، إياك مخاطب، هذا بيسموه التفات. قال إياك نعبد، وقد جاء عكسه وهو الرجوع من الخطاب إلى الغيبة. وذلك حتى إذا كنتم في الفلك، كنتم مخاطبين ولا لا؟ خاطب فيهم. وجرين بهم بريح طيبة، ايش بكم؟ بهم، هذا من مخاطب إلى غائب.
يقول إمامنا النووي رحمه الله تعالى: أخبرنا الأنباري بسنده إلى سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال: سمعت أبا يحيى زكريا بن يحيى الساجي رحمه الله تعالى قال: كنا نمشي في أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين. هاي موضوع ثاني، موضوع ثاني، هذا دخل في موضوع آخر وهو الاستهزاء بنصوص الكتاب والسنة، والله عاقبته وخيمة، الاستهزاء بنصوص الكتاب والسنة. قال: كنا نمشي في أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين فأسرعت المشي، رايحين يسمعوا حديث، وكان معنا رجل منهم ماج متهم في دينه، فلما قال هو بحكي هذا أنا أسرعت، قال له: شوي شوي ارفع رجلك عن أجنحة الملائكة. الحديث يقول إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قال: يا عم أنت قاعد بتدعس على أجنحة الملائكة شوي شوي بشويش يعني. فهذا استهزاء، استهزاء. يقول: قال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها كالمستهزئ. قال: فما زال في موضعه حتى جفت رجلاه شل يعني وسقط. يقول النووي: ورواتها أعلام أئمة، يعني محدثين كبار موثوقين. وقال أبو داود السجستاني صاحب السنن: كان في أصحاب الحديث رجل خليع إلى أن سمع بحديث النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن الملائكة أو إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فجعل في نعليه مسامير حديد وقال: أريد أن أطأ أجنحة الملائكة، فأصابه أكلة في رجله، غرغر يعني الحديد اللي حطه، فأصابته أكلة في رجله. وذكر الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن محمد ابن الفضيل التيمي رحمه الله تعالى في كتابه شرح صحيح مسلم هذه الحكاية، وقال فيها: وشلت رجلاه ويداه وسائر أعضائه، شل صار مشل النصف شلل كامل. قال التيمي: فليتق المرء الاستخفاف بالسنن ومواضع التوقيف، فانظر كيف وصل إليهما شؤم فعلهما. ويقول قوله شلت أو شلت لغتان. قال: قوله شلت يداه أي يبست وبطلت حركتها، وهو بفتح الشين على اللغة الفصيحة، وفيها لغة أخرى بضمها، والله أعلم. عافانا الله الكريم من بلائه، قولوا آمين. اللهم آمين. ووفقنا الله لتنزيه السنن وتعظيم شعائره، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا ممن يعظم شعائره، وأسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وفي أبداننا وفي أسماعنا وفي أبصارنا وفي عقولنا وفي أوقاتنا وفي ذرياتنا وفي أزواجنا وفيما أعطيتنا يا رب العالمين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين.